الهواتف النقاله، لاننا محتاجون في النقاط. وحتى لا نستعرض كثيرا في التفاصيل التقنيه للذكاء الاصطناعي بقدر ما المقصود بالفعل والمفعول به. بعد كل هذا يمكنني ان اقول بان الذكاء الاصطناعي ليس محمد مساهل، رئيس الملتقى الدولي الموسوم بالميديا الجديده والتحولات السمعيه البصريه في العالم، الواقع والتحديات. طبعا كليه علوم الاعلام والاتصال دابت ككل سنه على احتضان نشاطات علميه يعني ضمن سلسله النشاطات السنويه. هذه المره قامت جامعه القسنطينه ثلاثه من خلال كليه علوم الاعلام والاتصال باحتضان الملتقى الدولي الموسوم بالميديا الجديده والتحولات السمعيه البصريه في العالم. هذا الملتقى الذي كان فيه يعني ثلاث ابعاد اكاديميه، حين جمع مجموعه من الاساتذه والباحثين لاجل فتح نقاش حول يعني موضوع المؤتمر، وبعد مهني لما تم تنظيم دائما مستهرة. ولما رمزي الغزوي إعلامي وكاتب أردني، أنا سعيد جدا في مشاركتي بالملتقى الدولي الأول لجامعة قسنطينة ثلاثة الموسوم بالميديا الجديدة والتحولات السمع والبصرية في العالم، لما يحوي من أسئلة وإشارات عميقة جدا لما يتطلبه الإعلامي في عمله الجديد المتوائم مع التقدم التكنولوجي الذي نلحظه الآن في العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة. هذا الموضوع جد مهم، ويجب على الإعلامي أن يقتنص الفرصة وأن يركب الموجة بحرفية، شريطة أن يبقي على جوهر عمله ويبقي على أخلاقيات عمل الصحفي ماثلة أمام عينيه، ويقدم محتوى حقيقي يخدم الحقيقة ويخدم الحياة. طبعا البروفيسور حميد بوشوشة أستاذ الإعلام لجامعة قسنطينة ثلاثة، هذا الملتقى الدولي المعنون باستخدامات الميديا الجديدة في السمع البصري، التحديات والواقع، يتناول طبعا إشكالية مهمة جدا وهي أهمية هذا التحول في مجال الإعلام والاتصال باستخدام الميديا الجديدة. يعني أصبحت كل وسيلة إعلامية الآن مفروض عليها أنها تستخدم هذه الميديا، وإلا فهي مهددة بالزوال. وبالتالي فالرهان رهان كبير بالنسبة لوسائل الإعلام، ومن المهم أن تكتسب هذه الوسائل التكنولوجيا اللازمة وتحرص على مواكبة التغيرات الحاصلة في العالم. سيدة صوفيا منغور، صحفية بجريدة الخبر، اليوم نحن بصدد المشاركة في هذا الملتقى الدولي في ورشة خاصة حول أساليب التواصل التي يمكن أن يستخدمها الأفراد خلال حياتهم اليومية والعملية والمهنية. الورشة موجهة لطلبة العلاقات العامة وأيضا طلبة الإعلام والاتصال كي يدركوا أساليب التواصل الأربعة التي يتمكن من خلالها بمحاورة الآخر معرفة أسلوب تفكيره. أيضا من خلال هذه الورشة التي يمكن أن يحصلوا بعد الانتهاء منها على تقارير مفصلة عن شخصية كل فرد ممكن أن يتعاملون معه، وأيضا أن يستطيعوا التعامل مع محاوريهم بطريقة سلسة وطريقة فعالة تمكنهم من الحصول على المعلومات أو أهدافهم المسطرة مستقبلا. السلام، معكم طالبة بوزغاية تقوى، طالبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعية البصري سنة ثانية. كان مؤتمر جد شيق ثري بالمعلومات، مؤتمر دولي تم في حضور عدة صحفيين من خارج البلد، أكيد كانت جد مفيدة، استفدنا ونتمنى المزيد إن شاء الله.